والذي يجتهد الله سبحانه وتعالى يعطيه. حقيقة شاركت في مسابقات عدة يعني دولية ومحلية، من ضمنها كان قبل يومين في ختام أحد المسابقات هناك في مسقط، الذي فاز في المركز الأول في المستوى الأول وهو حفظ القرآن الكريم كاملا ليس بعربي من الأعاجم، وطبعا فيه عرب وعمانيين ما شاء الله مشاركين في هذه المسابقة. كيف تفوق هذا الطفل وعلى أقرانه؟ بسبب ماذا اجتهد؟ اجتهد في حفظ القرآن، ما شاء الله حفظه حفظ متقن، وأيضا اجتهد لغته ليست اللغة العربية، هو أعجمي، لكنه ماذا؟ اجتهد في تغلب على اللكنة من لغته حتى يتعلم القرآن الكريم، إلى أن أتقن تلاوة القرآن الكريم وقراءة ما شاء الله عذبة بصوت طيب. فلذلك ما شاء الله الله سبحانه وتعالى وفقه وفاز في المركز الأول على المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كامل. فهذا كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ وصل بجهد وبذل حتى تغلب على هذه الصعوبات. نحن عرب ولغتنا عربية ونشأنا على العربية ونعيش في بلاد عربية، فنحن أولى بالإتقان من غيرنا، وإن كان طبعا هذا القرآن للجميع، لكن كما يقال الجهود الذي يتعب فيها غير العربي تكون جهود أكبر، يتغلب على هذه الصعوبات. شاركت على سبيل المثال أيضا في مسابقة مصر الدولية، فمن ضمن الفائزين في مستويين، الأول في المستوى أظنه كان رابع والأول أيضا في المستوى الخامس، كانوا من أين؟ كانوا أيضا ليسوا عربا، مسابقة دولية طبعا من مختلف بلاد العالم شاركوا فيها، كانوا من بنغلاديش، أولاد صغار أحدهما بين حدود 9 وأيضا حدود 13 أولاد يعني، لكن ما شاء الله يحفظون القرآن الكريم حفظا متقنا، وتجد ما شاء الله نطقهم بالحروف بالمخارج والصفات ما شاء الله يعني نطق جيد، وهم ليسوا عربا ولا يفهمون العربية، لكنهم ما شاء الله يتقنون تلاوة القرآن وحفظ القرآن شيء عجيب. جلسنا معهم يعني بعد ذلك يعني كما قال نتكلم معهم، سألناهم بعض الأسئلة من القرآن من نصف الآية ما من بداية الآية، فتجده ما شاء الله يأتي لك يكمل الآية. سأله السلام عليكم، أقول لك عليكم السلام، كيف حالك؟ ما أعرف، بس تسألني في القرآن معنى الكلام غيره ما لا أعرف. كيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟ وصلوا بجهد بتعب بعناء، يعيشون كما قلت في بلاد غير عربية ويتكلمون لغتهم لغة ليست العربية، ولكن هذا من الإعجاز القرآني.